من الثورة لليوم عرف في العمل النقابي برشا خلافات وانقسامات، والجدل مازال متواصل بين اللاعب الأبرز تاريخياً اللي يعتبر نفسه الأجدر بالدفاع عن حقوق العمال، وبين منظمات نقابية ترفض الاحتكار والهيمنة وتطالب بتفعيل قانون التعددية. هذك علاش مبادرة مناظرة تطرح سؤال زعم حان وقت التعدد النقابي؟ هذه الأطروحة اللي باش يتناظروا حولها أمل بوكيدي وإلياس بوسالمي في حلقة الجمعة هذه من برنامج زعمة. زعمة كل نهار أربعة التسعة متاع الليل مباشرة في بث موحد على عدد من القنوات التلفزية والإذاعية.